يقال بأن الإبداع يولد من رحم المأساة، فماذا إذا لو كان هذا الإبداع منبته الشام؟ الشاب السوري مبدع بالفطرة، فأينما ارتحل كان محط الأنظار والجاذبية التي تأسر الجميع. نحن كعدد 30 مشارك من شباب وشابات الغرفة، في عنا عدد من التدريبات حنحضرها، نظمنا عدد من التدريبات لننقل خبرات للغرف الثانية، في عنا فريق مناظرة، فريق مشارك في مسابقات الخطابة. هنا في مدينة سوسة حيث يقام المؤتمر الإقليمي للغرفة الفتية الدولية لدول إفريقيا والشرق الأوسط، حضرت سوريا بشبابها ليقول للعالم من تونس الخضراء: نحن هنا باقون لنكون بناة المستقبل لوطن منه يبدأ السلام وإليه ينتهي. مشاركة سورية في هذا المؤتمر تغزل بها كل من عانق إبداع شباب الياسمين. هذا المؤتمر هو مهم جدا بالنسبة لجي سي آي الأردن وجي سي آي سوريا وجي سي آي لبنان، لأنه يعزز دور هذه الثلاث بلدان داخل المنطقة، وبالتالي يعطيها تقوية أكبر ودور أكبر داخل الإقليم. وفد سوري هو من أنشط الوفود اللي ساندنا بالسنوات الفارطة، ساندنا باش أخذنا واحتضننا مؤتمر العالمي في 2009. اليوم العلاقات ما انقطعتش مع سوريا، وقعدنا بنفس الأشخاص وبنفس الحبايب بتاع زمان، هم مساندينا وإحنا مساندينهم. الشباب السوري الممثل للغرفة الفتية السورية في هذا المؤتمر الذي ضم قرابة 30 دولة كان النواة الأساسية لهذا الحدث الهام. فرغم أوجاع الوطن والأهات التي تكاد تنبعث منهم، كانوا هم الأحق بلقب القادة لما بثوه في الحاضرين وما اكتسبوه بهذه المشاركة. أنا إلي عن جد كان في لحظات كتير كتير سعادة ما بتوصف، إنه كان إلي شرف كتير كتير كبير إني أنا أقدر أمثل سوريا بلدي الغالي هون بهذا المؤتمر. مشاركتنا نحن اليوم هي كتير مهمة بالنسبة للجميع، إنه نحن قادرين رغم كل الظروف اللي عم تعيشها البلد إنه نحن نمثل سوريا أفضل تمثيل. نحن سنين الحرب ما خلتنا نوقف، كانت نحن عندنا مشاركة منظمة جدا، مشاركة حلوة، رفعنا اسم بلدنا وفرجينا العالم كله بالإعلام بالميديا إنه نحن بعدنا عايشين، بعدنا واقفين، عم نشارك وعم نرفع اسم بلدنا. إذا كان في إرادة في نتيجة ونحن سوريين رح نبقى قدام. حضور اللافت للشباب السوري في المؤتمر الإقليمي للغرفة الفتية الدولية لدول إفريقيا والشرق الأوسط حضور ميزه الإبداع والتنوع ولفت أنظار الجميع. محمد مبارك من مدينة سوسة للإخبارية السورية، تونس.